Hello everybody, how are you? اهلا بكم من جديد متابعين قناة نشوى الانجليزية. ازيكم، اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. معادنا النهاردة ان شاء الله مع المنهج الجديد Connect 5 ابطال 5 ابتدائي. لو حابب ان ما فيش حاجة تفوتك من شرح منهجنا وفيديوهاتنا، اعمل سبسكرايب اشتراك الكلمة اللي باللون الاحمر اللي تحت الفيديو، ما تنساش اللايك والشير. نبدأ بسم الله. نبدأ مع بعض Lesson 1، الدرس الأول من Unit 1، الوحدة الأولى، منهج Connect 5، المنهج الجديد. الدرس الأولاني بيتكلم عن Food and Drink. Food يعني طعام، و Drink هنا مش معناها يشرب، لا، هنا Drink يعني مشروب. يلا نحفظ مع بعض الكلمات. Repeat after me. Lime، lime، lime يعني ليمون أخضر، وطبعا الاس دي اس بلورال اللي هي اس الجمع. Limes، limes، ليمون أخضر. Limes، ليمون أخضر. Limes. عندي نوع تاني من أنواع الليمون اللي هو lemon. lemon يعني ليمون، بس اللي هو الليمون الأصفر، يبقى ليمون أخضر يعني lime، lime، وحط اس الجمع يبقى limes، limes. ليمون أصفر lemons، lemons. ليمون أصفر lemons. ليمون أخضر limes، limes، limes. ليمون أصفر lemons، lemons. فول beans، beans. repeat after me. فول beans. جزر carrots. بيض eggs. ليمون أصفر lemons، lemons. شوكولاتة chocolate، chocolate. وخد بالك إن السي والإتش بتنطق تشا تشا تشا. chocolate، chocolate. مانجا mango، mango، mango. جوز الهند coconuts، coconuts. جوز الهند coconuts. أناناس pineapple، pineapple. وطبعا اس الجمع عشان انا بتكلم على كذا واحدة، يعني كلمة جمع، يبقى pineapples، pineapples. بصل onion، onion. وبرضو نحط لها اس الجمع تبقى onions، onions. يبقى كلمات النهاردة هعيدها تاني. limes، ليمون أخضر. limes. beans، فول. carrots، جزر. eggs، بيض. lemons، lemons، ليمون أصفر. chocolate، chocolate. شوكولاتة mango، mango، مانجا. coconuts، coconuts. جوز الهند. pineapple، pineapples يعني أناناس. onions، بصل يعني onions، بصل يعني onions. لكل متابعي منهج كونكت 5 5 ابتدائي، هنشرح ليسون 1 الدرس الاول كانك قاعد في درس خصوصي بالظبط. هناخد الفوكاب كلها، الكلمات كلها بتاعت الدرس، زائد الجمل بتاعت الدرس، وفي الاخر هنحل عليه. احفظ معايا. فود طعام، فود. درينك، درينك، درينك مشروب. درينك. فروت، فروت، فاكهه. فروت. باينابلز، باينابلز، أناناس. pineapples. apples، apples يعني تفاح. mangoes، mangoes. strawberries، strawberries، فراولة. coconuts، coconuts. جوز الهند. lemons، lemons، ليمون أصفر. limes، limes، ليمون أخضر. beans، beans، فول. carrots، جزر. chocolate، شوكولاتة. مانجو تري، خد بالك انا هجيب فاكهه المانجا واحط لها تري، تبقى شجره المانجو. مانجو تري، مانجو تري، مانجو تري يعني شجره المانجا. ليمون تري، ليمون تري، ليمون تري، شجره الليمون الاصفر. لايم تري، لايم تري، لايم تري، شجره ليمون اخضر. اكس، بيض يعني اكس. وهناخد كمان بيض طازج يعني فريش اكس، fresh eggs. potatoes، potatoes، بطاطس. potatoes. onions، onions، بصل. onions. healthy food، طلع لسانك وانت بتنطقها. healthy food، healthy food، طعام صحي. healthy food، عايز اقول طعام غير صحي، بكتب الكلمة هي هي واحط لها un،
تدي الاوبزيت على طول، تدي عكسها. healthy food طعام صحي، unhealthy food طعام غير صحي. favorite يعني مفضل. خدنا حديقة قبل كده، حديقة يعني garden، حديقة يعني garden. البروبوزيشن حرف الجر اللي هيجي معاها اسمه ان، in the garden، in the garden يعني في الحديقة، وسوق يعني market. البروبوزيشن بتاعها او حرف الجر بتاعها at، at the market. احفظها، خد بالك منها، دايما بتيجي في الأسئلة. in the garden يبقى garden بيجي معاها حرف جر اسمه in، in the garden يعني في الحديقة. طب market اللي هو السوق تبقى at the market، at the market، at the market يعني في السوق. و يعني and، لكن يعني but، ايضا to، ايضا to، وهنقرأ عليها جمل النهاردة. ايضا to، انا اعتقد، I think، I think، I think. That's easy، ذلك صحيح. That's easy، that's easy. if معناها يا اما اذا يا اما لو. a little، a little يعني قليل. الاوبزيت بتاعها a lot يعني كثير. بيت يعني هوم، حرف الجر مع بيت اسمه at، at home يعني في البيت. زي ماركت يعني سوق بيجي معاها at the market. طب حديقة اللي هي garden بيجي معاها in، in the garden. يبقى في البيت at home، في البيت حرف الجر بتاع البيت اسمه at، at home. كل يوم every day، كل يوم every day. sometimes، sometimes يعني أحيانا. عندي كمان regular verbs في الدرس، عندي أفعال منتظمة وأفعال غير منتظمة، regular verbs و irregular verbs. عندي يجمع يعني collect، collect، collected، collect يجمع، collected جمع، ده أفعال منتظمة يعني حروفها بتفضل زي ما هي، بس في الآخر بتحط لها إما دي أو إي دي أو أي إي دي. يحب بشدة، love، loved، love، loved. يحب، love، أحب، loved الماضي بتاعها. يحب، like، أحب، liked، بس طبعا love و like بدرجات. الريجولار فيربس الأفعال غير منتظمة، يزرع، grow، grew. أفعال غير منتظمة يعني أفعال شاذة، يعني فيها حروف بتتغير لحروف تانية. يزرع، grow، grew، grow، grew. يعتقد، think، thought، think، thought، think، thought. يشتري، buy، buy، bought، buy، bought. يشتري، buy، ليها opposite عكسها، يبيع، يبيع يعني sell، sell، sold، sell، sold، sell، sold. لو انت من الابطال ولسه مستمر في متابعة فيديو سنة خمسة ابتدائي كونكت 5، اعمل سبسكرايب، اشتراك الكلمة اللي باللون الاحمر، وما تنساش اللايك والشير. الدرس الاولاني ده عبارة عن ديالوج او conversation يعني محادثة، في اتنين بيتكلموا مع بعض، ومن خلال الاتنين دول احنا بنطلع الفوكابلاريز اللي احنا قريناها مع بعض، وكمان بنطلع اسئلة باجاباتها. الconversation المحادثة between دينا and فريدة. دينا بتقول ايه؟ ها، what's your favorite food؟ what's your favorite food؟ ده سؤال مهم جدا وبناخده بقالنا كذا سنة. what's your favorite food؟ what's your favorite food؟ يعني ما طعامك المفضل؟ what's your favorite food فريدة؟ ما طعامك المفضل يا فريدة؟ خد بالك فريدة جي قبلها كما صغيرة كده، يعني المقصود بي يا فريدة، ما فيش في الانجليش كلمة اسمها يا، فبيتحط قبل اسم الانسان ده كما يعني معناه يا فريدة. What's your favorite food فريدة؟ ما طعامك المفضل يا فريدة؟ قالت that's easy، يعني السؤال ده سهل خالص. It's a chocolate، it's a chocolate يعني هي الشوكولاتة، انها الشوكولاتة ده طعام المفضل. فدينا قلت لها I love chocolate too. خد بالك بقى من تو دي دايما بتيجي في اخر الجملة، خد بالك انه فول ستوب هي نقطة، بتيجي في اخر الجملة ومعناها ايضا، انا احب الشوكولاتة ايضا. وخد بالك دي تو مش تو نمبر تو اللي هي رقم اتنين، لا، نمبر تو دي مختلفة تماما. نمبر تو تي دبليو او، دي نمبر تو، وعندي تو تانية تو
تي او معناها الى او لكي على حسب معناها في الجملة. انما تو دي معناها ايضا. I love chocolate too، وانا ايضا بحب الشوكولاتة. but لكن لسه قدنا في الكلمات but لكن it isn't healthy. it isn't healthy يعني الشوكولاتة دي غير صحية. is it it أليس كذلك؟ فريدة ردت عليها I think يعني أنا أعتقد. I think أنا أعتقد it's okay to eat a little يعني ما فيش مشكلة إن أنا أكل القليل منها، قليل من الشوكولات. but yes it's unhealthy، لكن هي معترفة إن هي unhealthy يعني طعام غير صحي. مين طبعا هي الشوكولات بنتكلم عنها. if you eat a lot لو أنت أكلت منها كثير ده هيبقى unhealthy غير صحي. دينا رجعت تسألها سؤال كمان، هي كانت الأول ساعتها قالت لها what's your favorite food مطعمك المفضل، هنا بتقول لها بقى حدد لها السؤال what's your favorite healthy food يعني مطعمك الصحي المفضل. هنا حددته، وخد بالك من ترتيب الadjectives الصفات. what's your favorite healthy food، قول معايا what's your favorite healthy food. what's your favorite healthy food يعني ما طعامك الصحي بقى المفضل، هي بتقصد هنا بقى الطعام الصحي. قالت لها I like chicken. I like chicken. I like chicken يعني أنا أحب الدجاج. and لسه واخدينها يعني و. I like fish. I like fish أنا بحب الدجاج وكمان بحب الإيه الأسماك. but لكن my favorite is mango. my favorite المفضل بقى بالنسبة لي is mango. قالت جملة مهمة جدا we have يعني نحن نملك أو نحن عندنا أو نحن لدينا. we have a mango tree. we have a mango tree لسه واخدين mango tree يعني شجرة مانجا. فين؟ in the garden. طالما جت كلمة garden لازم يجي معاها in the garden. دينا ردت عليها وقالت لها I love mango too. I love mango too وأنا أيضا بحب المانجا. أيضا يعني too. أيضا يعني too دايما بتيجي في آخر الجملة. we don't have a mango tree يبقى هنا فريدة قالت we have a mango tree. we have a mango tree يعني احنا عندنا شجرة مانجو، انما دينا قالت we don't have يعني نحن لا نملك ليس لدينا. we don't have النيجاتيف بتاعها النفي بتاع الجملة دي. we have a mango tree. we don't have a mango tree. we have a mango tree. we don't have a mango tree احنا ما عندناش شجرة مانجا. we have a lime tree. we have يعني نملك أو عندنا أو لدينا. we have a lime tree يعني عندنا شجرة ليمون أخضر. lime يعني ليمون أخضر. and a lemon tree وشجرة ليمون أصفر. lemon اللي هو الليمون الأصفر. فريدة ردت عليها my uncle خدنا uncle قبل كده يعني عمي. grows يعني يسرع يزرع. وخد بالك ان الاس اللي موجودة مع الفعل ده اس الفعل علشان my uncle ده اسم singular اسم مفرد. احنا كنا اخدنا قبل كده في present simple المضارع البسيط ان he هو she هي it لغير العاقل واي اسم مفرد اي اسم singular لازم يبقى معاه الverb في اس. لازم الفيرب يكون فيه اس والاس سموها اس الفيرب او اس الفعل. يبقى اي اسم سينجولر اي اسم مفرد لازم الفعل معاه يكون فيه اس. my uncle grows. my uncle grows يعني عمي بيزرع ايه onions بصل and potatoes بصل وبطاطس. he has chickens هو عنده دجاج too ايضا. he collects يعني هو بيجمع fresh eggs every day. he collects يعني هو بيجمع fresh eggs البيض الطازج every day يعني كل يوم. sometimes احيانا he sells them بيبيعهم. هما مين اللي بيبيعهم؟ اللي هما fresh eggs يعني البيض الطازج ده at the market. at the market خد بالك ان garden بيجي معاها in
in the garden، إنما market اللي هو السوق بيجي معاه at the market، at the market. زي ما عودتكم قناة نشوى الإنجليزية إن بعد شرح الدرس بنحل عليه براكتس صغير، والبراكتس بتاعنا من كتاب الباهر. السؤال بيقول choose the correct word، يعني اختار الكلمة الصحيحة. Number one I love chocolate، أنا أحب الشوكولاتة. ها أختار بقى to دي يعني إلى، ولا to يعني أيضا، ولا to اللي هي number two رقم اتنين. طبعا أنا هختار الإجابة دي I love chocolate too، أنا أحب الشوكولاتة أيضا. دي دايما بتيجي في آخر الجملة. الشوكولاتة الشوكولاتة is a، الشوكولاتة is a من هنا healthy صحي، unhealthy غير صحي، easy سهلة. طبعا الشوكولاتة is unhealthy بختارها. We have a tree، شجرة ايه؟ ها we have mango tree، we have a mango tree يعني احنا عندنا شجرة مانجا. ايه من هنا؟ give us يعطينا، give us يعني بيعطينا، eggs بيض، مين بيعطينا بيض؟ goats يعني المعيز، chickens الدجاج، cats قطط، طبعا هي chickens الدجاج. my uncle يعني عمي sell، خدنا sells يعني يبيع، وخد بالك الاس دي موجودة مع الفعل عشان my uncle ده اسم مفرد، قلنا he she it واي اسم مفرد الاس الفعل بيتحط له اس. my uncle sells عمي بيبيع eggs، بيبيع البيض at the ايه؟ ها بيبيع البيض at the ايه؟ at the market. وبعيد للمرة المليون ان market بيجي مع حرف جر اسمه at the market يعني في السوق. my favorite ايه is chicken، favorite يعني مفضل، chicken يعني دجاج، يبقى my favorite food طعامي المفضل، my favorite drink يعني مشروبي المفضل، my favorite color لوني المفضل، طبعا هي my favorite food طعامي المفضل is chicken. eating a lot of fruit، eating يعني أكل a lot of fruit كثير من الفاكهة is unhealthy ده غير صحي. تعالى ناخد سؤال rearrange يعني رتب. عندي food what's favorite you، طبعا هبدأ ب what's، خدنا في ال conversation في المحادثة what's ايه، what's سمع حد شاطر بيقول what's your favorite food، what's your favorite food يعني ما طعامك المفضل. عندي a mango garden وin وthe وtree وhas، يبقى he has هو يملك، he has هو عنده، he has هو لديه، هو عنده ايه بقى؟ a mango tree، a mango tree، a mango tree يعني شجرة مانجو. in the garden، in the garden يعني في الحديقة. in we garden our mangoes grow، يبقى we نحن بنعمل ايه؟ grow يعني نحن نزرع، بنزرع ايه؟ mangoes فين؟ in our garden في حديقتنا. وخد بالك بقول المرة مليون برضو ان garden بيجي معاها او بيجي قبلها in. we grow mangoes، نحن بنزرع المانجا in our garden في حديقتنا. grows my دي يعني ملكي، onions بصل، uncle يعني عمي، potatoes بطاطس، and يبقى my ايه؟ my uncle عمي، my uncle ماله بيعمل ايه؟ grows بيزرع، بيزرع ايه؟ onions and potatoes، او ممكن تقول potatoes and onions برضو صح. احنا كده خلصنا شرح يونت 1 ليسون 1 الدرس الاول من يونت 1 الوحده الاولى منهج كونكت 5 5 ابتدائي. لو الفيديو عجبك او استفدت من شرح النهارده اعمل سبسكرايب اشتراك الكلمه اللي باللون الاحمر اللي تحت الفيديو، وما تنساش اللايك والشير. جود باي.